شارك سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية في افتتاح أعمال القمة العالمية للحكومات 2022 والتي تنظمها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي. نعم، على هامش القمة تم تكريم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن فوز برنامج خطوة للمشروعات المنزلية بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع. كما شمل التكريم أيضا على جهات حكومية بحرينية أخرى بجائزة التميز الحكومي العربي، وهي كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة شؤون الشباب والرياضة. حظيت مملكة البحرين بالتقدير والإشادة من الدول والجهات المشاركة في القمة العالمية الحكومية، نظير فوزها بأكبر عدد من الجوائز المقدمة من المنظمات العربية للتنمية الإدارية في مجال التميز الحكومي.